والتفتيش. أطلق حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي مساء أمس من مقره في نواكشوط حملته الداعمة للتعديلات الدستورية. وأكد رئيس الحزب السيد بيجل ويلهام ميد في كلمة بالمناسبة أكد أهمية إنجاح هذه التعديلات، موضحا أنها تشكل ثمرة للحوار الوطني الذي شارك فيه الحزب ضمن أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار إلى جانب الأغلبية. سيقوم الحزب في إطار حملته لصالح نعم للتعديلات الدستورية بجملة من الأنشطة والمهرجانات وعمليات التحسيس لشرح أهمية هذه التعديلات في مختلف ولايات نواكشوط والولايات الداخلية وإظهار أهدافها ومراميها، خاصة انعكاساتها الإيجابية على ترشيد الموارد وعلى التنمية بشكل عام والتنمية المحلية بشكل خاص. كما تميز انطلاق الحملة بمداخلات عدد من أطر وقادة ومنتسبي الحزب، حيث أجمعوا على ضرورة إنجاح هذه التعديلات وما ستفتحه من آفاق للبلد.